عملت مع المدير مكتب الرفاه الاجتماعي في مجلس القطاع المحلي. اليوم انتم قمتم بفعاليه معينه بمناسبه زياره النبي شعيب، ما هي هذه الفعاليه؟ هل ممكن ان توضح لنا الامر؟ طبعا احنا كمكتب خدمات اجتماعيه ومجلس محلي بالبيعه نسعى دائما الى توفير الراحه والخدمات على اوسع وجه لجميع الشرائح. طبعا احنا خلال يومين طبعا القادمين معروف انه في عندنا زياره النبي شعيب عليه السلام، وكان مهم جدا لنا كمجلس محلي وكمكتب خدمات اجتماعيه انه نقوم بمعاينه المسنين والمسنات اهل بلدنا. بالفعل كيف لاحظت حضرتك وشفت انه كان في عندنا عشرات من المسنين والمسنات اللي شاركوا بالمعايده، ومن خلالكم طبعا نتوجه للجميع بمعايده ان شاء الله تكون زياره مقبوله على الجميع، وتكون ايامنا حلوه وتكون ايامنا بسط وخير على الجميع وهدات البال. هل ستواصلون مثل هذه الفعاليات بأعياد اخرى مناسبات اخرى مثل هذه المناسبة؟ لا شك انه احنا دائما نسعى انه يكون في عندنا معايدات، ان شاء الله بكره بيجي عندنا عيد الاضحى كمان بنعمل مناسبة من الشكل، عيد الفصح قبل اسبوعين كمان اجرينا احتفال مناسبة عيد الفصح المجيد، وكمان بتوجه المعايدة طبعا مع انه صار متأخرة لجميع المحتفلين، وان شاء الله بالمستقبل اي احتفالية بيكون احنا مع المعايدة، انه بهمنا انه المسن واهل البلد يشعروا انه احنا قايمين. طبعا هن شريحة وسيعة، شريحة كبيرة عندنا بالبلد، مهم جدا كمان نعطيهم هذا الاهتمام ونعيدهم، وان شاء الله مثل من هاي الفعاليات مستمرة للمستقبل، كمان اسبوع المسن طيب. وامور اخرى. طيب كلمة لمثل هذه الشريحة، ماذا تقول لهم بمثل هذه المناسبات؟ اول شيء زيارة مقبولة للجميع، وان شاء الله الكل بنبسط بزيارة طبعا القريبة بعد يومين، نتمنى لهم الصحة والعافية، نتوجه نقول لهم كل عام وانتم بخير، اي شيء معين بدكم اياه توجهونا لمكتب الخدمات الاجتماعية، احنا كلنا بيعرف وين موجودين للفعاليات، واذا كمان في موضوع شخصي او احتياج شخصي لاي مسن احنا كمان موجودين تنقدر نساعدكم فيها. فكلمة اخيرة طبعا كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ضلكم بصحتكم جميع، وان شاء الله دائما نشوف الابتسامة على وجوه المسنين كلياتها وعلى وجوه اهل البلد، وتنعاد علينا وان شاء الله بيكون زيارة مقبولة. شكرا.